يا هلا فيكم في ترند. انا غايبه عن اهلي واولادي عشان اخدم بلدي، ولا عليكم امر عشان البحرين التزموا بتعليمات الحجر المنزلي. التزامكم بمسؤوليه داعم لنا في الصفوف الاماميه. هذه الكلمات كانت ابرز ما جاء في الفيديو اللي نشرته وزاره الصحه عبر حسابها الرسمي على انستغرام. نتابع معاكم المقطع. أنا فخورة كوني أعمل من ضمن فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا، سعيدة جداً أخدم بلدي، لكن في نفس الوقت يحزنني لما أشوف أطفال كبار في السن، نساء، رجال، حوامل، ذلين الفئات اللي هم إحنا نسميهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة. ليش جوعتنا؟ بسبب عدم التزام البعض، ممكن يكون شباب وقوته وبعافيته ما التزم تعليمات الحجر المنزلي. لما أشوف رجال كبير في السن أتذكر أبوي، لما أشوف امرأة كبيرة في السن أتذكر أمي وأتذكر جدتي، لما أشوف طفل أتذكر أولادي، ذلين اللي تركتهم وغايبة عنهم عشان أخدم بلدي. لما أشوفهم أكون في قلق وفي خوف إنه ممكن يكونون مصابين، وأتخيل شلون ممكن تكون مضاعفات المرض عليهم. ولا عليكم أمر عشان البحرين، التزموا بتعليمات الحجر المنزلي، التزموا مثل ما إحنا هني نشتغل عشانكم، إحنا نطلب منكم إن تلتزمون، والبحرين تستاهل. يواصلون طلبة البحرين في رفع اسم وطنهم عالياً في المحافل الدولية، فقد نجح الطالب تميم الجودر في تحقيق المركز الثالث في مجال الإبداع والابتكارات في تصميم الألعاب ضمن جائزة تورانس للإنتاج الإبداعي للعام الدراسي 2019-2020. الطالب تميم صمم لعبة التوازن اللي من الممكن استخدامها من قبل أخصائي العلاج الطبيعي ومعلمي التربية البدنية في المدرسة والمدربين الرياضيين والآباء في جميع أنحاء العالم، كما أنها تستخدم في مساعدة الأطفال على تطوير الإيقاع والتسلسل والتنسيق ومهارات الوعي المكاني، وهي تثبت فائدتها أيضاً في اكتساب مهارات المعالجة البصرية والسمعية وحتى في التطور المعرفي. تصدر هاشتاج ثورة 30 يونيو للترند في تويتر في مصر احتفالاً بمرور 7 سنوات على الثورة التي نجحت خلالها الدولة المصرية في استعادة الأمن وبناء الاقتصاد. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدته على تويتر: سيتوقف التاريخ كثيراً أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف. وأضاف الرئيس السيسي: وفي العيد 7 لثورتنا المجيدة، وأكد أننا أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه، وأجدد العهد على المضي في معركتنا الشريفة في العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار. حفظ الله مصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير. التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية صورة مذهلة تظهر الحدود بين الليل والنهار على الأرض. وقام بوب ويكون الذي يعمل على المحطة الدولية بنشر تغريدة على تويتر تضم صورتين للحدود الجميلة، وكتب: مشاهدي المفضلة لكوكبنا التي تلتقط الحدود بين الليل والنهار. ورد العديد من المستخدمين على التغريدة معربين عن سعادتهم بالظاهرة الرائعة. مشاهدينا، بكذي وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر في حلقة جديدة من ترند. مع السلامة.